السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الا كنتوا اول مره كتفرجوا في القناه ديالي، كنتمنى منكم انكم تشاركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. اما بالنسبه للموضوع ديالنا اليوم، ان شاء الله غادي نهضروا على الدفعه الرابعه بالنسبه للناس ديال الضمان الاجتماعي او القطاع المهيكل. امتى غادي تكون وكيفاش غادي ياخذوها؟ كيف ما كتشوفوا في هذا البلاغ هذا، ان شاء الله من اليوم الاربعاء 22/7/2020 غيبدا الصرف ديال الدفعه الرابعه بالنسبه للناس اللي كانوا مازال موقفين في شهر 6. يعني الناس اللي ديكلاراو بهم الشركات ولا الناس اللي خدامين معاهم انهم مازال ما خدامين في شهر 6، يعني هادو هما الناس اللي غي ياخذوا 2000 درهم ديال الدفعه الرابعه. كيفاش غادي ياخذوها؟ الناس اللي عاطينهم الريب ديال الكونت، يعني اللي دايرين الريب ديال الكونت ديالهم في الضمان الاجتماعي، غيدوز ليهم نيشان الفيرمو. اما بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الكونت، غيصيفطوا لهم ميساج في التليفون ديالهم فيه الكود باش ياخذوها في وافا كاش، ان شاء الله ياخذوا 2000 درهم ديالهم، وغادي يصيفطوا لهم حتى في العنوان ديالهم ديال الدار. ويقدروا الناس يدخلوا غير للسيت ديال لا سي ان اس اس، يدخلوا له داك الكود ديالهم، النمره ديالهم والكود، ويقدروا يلقاو داك سميتو داك الكود ديال باش يخرجوا الفلوس، ولا يعيطوا 0524417100. والمجيب الالي راه هو غيعطيهم الكود، وتقدروا ديك الساعه تمشوا تاخذوا الامانه ديالكم. هذا ما كان، نتمنى انكم استفدتوا من هذا الفيديو هذا، واستفدتوا من هذه الفيديوهات كاملين اللي درنا على الدعم. يمكن هذا اخر فيديو غيدار على الدعم، لهذا كنتمنى منكم انكم تمشوا كاع اي واحد دير شين وهضر على الدعم واستفدتوا منه، انكم تمشوا تدخلوا عنده وتعلقوا ليه بشي تعليق زوين. حيت بزاف الناس كيقول لك راه بيطلعوا على الموجه وبيديروا لاباس ما نعرفاش بنادم ما تيهضر. نتمنى انكم اللي استفدتوا سير قول لي غير واحد تعليق زوين راه تيفرح بنادم، غير سير قول لي واحد الله يرحم الوالدين راه استفدت من الفيديوهات ديالك راه غيفرح. هذا ما كان، نتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو، تهلاو في راسكم، تابوناو في لاشين، تهلاو في راسكم.